أولا على عفرين أو غيره، نحن ضد أي اعتداء إن جاء من الجنوب أو الشرق أو الغرب أو الشمال. بالنسبة لنا هؤلاء سوريون كرد ومعهم عناصر ومكونات أخرى في منطقة عفرين. نحن أصدرنا بيان وأوزيع على نطاق واسع بكافة وسائل الإعلام، نشرناه باسم مؤتمر القوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية الذي أرأسه الذي أنا منسقه الحاضر، والذي يضم 41 مكون وحزب وهيئة. نحن لا نقبل هذا الاعتداء. أخذنا في حينها بالأخوة الكرد التنسيق مع الجيش السوري، وهذا موقف قديم لنا ويبدو قد يحصل تجاوز. نعم دكتور إليان، طب ما رأيكم بموقف منصة موسكو حول هذا الموضوع؟ ألو ألو ألو، نعم دكتور إليان هل تسمعني؟ نعم أسمعك الآن جيدا. وقد أخذنا سابقا بالأخوة الكرد ليس فقط في عفرين وأيضا في شرق الفرات للتنسيق مع الدولة السورية. أنا لي تجربة أليمة مع السوريين الكرد، أنا منذ زمن طويل هم أصدقائي، وهنا بدمشق لهم ممثل العلاقات الخارجية كان بهيئة التنسيق، وكنت أدعوهم مرارا للحديث عن هذا الموضوع، كما أني دعيت الأستاذ خالد عيسى، التقينا به مرتين عند السيد وزير الخارجية الروسي لافروف، وقلت له أنتم معارضة في الداخل ولكم فصيل مسلح، تعالوا إلى معارضة الداخل، نحن 15 ممثل للمعارضة وهي كبيرة، خذوا 7 مقاعد حتى منها، لماذا أنتم بهيئة التنسيق التي لا تعترف بكم والتي مجلسها الكردي رايح جاي على تركيا ورايح جاي على الرياض، ولا أفهم بهذا الموقف، لا طعم ولا معنى المجلس الوطني الكردي. على كل الأحوال رفض، قال وأمام السيد لافروف أن يرغبون أن يتمثلوا بوفد مستقل. مستقل لماذا؟ هل هم سوريون أم لا؟ هنا النقطة الجوهرية، إذا كانوا سوريون نحن معهم وهم معنا. نحن نتيم بشدة الاعتداء التركي الغادر، معروفة أنهم سيعتدون ومعروفة أنهم نقطة سوريا ويريدون إطالة الأزمة ويريدون تجزئتها. أخشى أن بعض المكونات الكردية تسهل لهم إما بسوء نية أو بحسن نية تجزئة سوريا. هنالك أهل لنا من السوريون كرد وغير كرد يموتون في منطقة عفرين، هنالك مدنيون يقصفون، طبعا هنالك شهداء لنا، وأدخلوا معهم الأتراك عناصر معروفة ارتباطاتها السابقة تحت ظلم ما يسمى الجيش الحر، وهم ليس لهم علاقة بالحرية، من عناصر تابعة للنصرة وداعش وبعض الكتائب من الإسلام السياسي نحن نعرف. ونحن أصدرنا عدة بيانات وأهبنا بالأخوة الكرد منذ سنوات نسق مع، أنت تعلمين وأنا أعلم ويجب المشاهدين أن يعلموا، في 2011 الدولة السورية وعبر وسيط سلحت ومولت، أنا لا أقول أني أؤيد ذلك، لكن سلحت ومولت 15,000 عنصر لحماية آبار النفط وما يسمى الصوامع الحبوب وإلى آخره. ثم بال 2012 بدأت دعوات للانضمام للجيش الحر ورفع بعض الأعلام غير الوطنية، وبعدها بال 2013 صار هنالك ابتعاد واصطدامات مع الجيش السوري لا معنى لها. في 2014 عارضوا الاستحقاق الدستوري بغض النظر عن تحفظاتنا، لكننا لم نستطع أن نقف بوجه الاستحقاق السوري حتى لا نضع الدولة وكيانها بموضع الخطر، وتابعوا لا حتى وصلنا لتحالف البعض مع الولايات المتحدة. أنا لا أعيب على أحد أن يفتح قنوات عندما نكون موجودين بين دول طامحة وطامعة مثل الخليج والسعودية وتركيا وإيران وإسرائيل، أنا أفهم كل ذلك، لكن
لماذا نحن بالذات وعرب الداخل لا يفتحون حوارا معنا؟ لماذا لا يفتحون حوارا؟ انا لا اطلب منهم ان يفتح حوار مع السلطه او مع النظام، انا قلت ان ينسقوا مع الجيش السوري ضد الاعتداءات الخارجيه. نحن نعتبر تركيا عدو، عدو لسوريا وليس للسوريين الكرد فقط. طيب دكتور إليان، بالانتقال إلى مؤتمر الذي سينعقد في فيينا، يعني برأيكم ما هي النتيجة المتوقعة، يعني الخروج، يعني تخرج من هذا المؤتمر؟ تتحدثين عن مؤتمر فيينا بدل جنيف الذي سيعقد الأسطورة؟ نعم نعم. إيه، لن يخرج بأي نتيجة، أؤكد لك ذلك. سيفشل مثل ما فشل جنيف 8. هو وضعه بهذا التوقيت للأسطورة لأجل ماء الوجه تجاه مؤتمر سوتشي الذي حشد له الروس 1500 مدعو، وقد تحضر مجموعة الرياض نفسها، يعني تخرج من فيينا وتأتي إلى سوتشي، وكان ثلاثة منهم عند لافروف من بضعة أيام بموسكو. أنا أعتقد أنه بروتوكولي ولن يخرج بأي شيء. إذا كان سيخرج عليه أن يقول أنه يدين الاعتداء التركي على الأراضي السورية، وأن على السوريين أن يتفاهموا فيما بينهم دون تدخل من الأتراك أو غيرهم.